संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति माली नायब रईस प्रधानमंत्री रईस अल-वज़र और रक्षा मंत्री वज़ीर दिफा للإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي سمو الشيخ شيخ محمد محمد بن بن رشيد المكتوم راشد المكتوم أبو ظبي كي يوراج ولي العهد سمو الشيخ سسستر سيناو كي أوب سرور حاكم أبو ظبي و نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان مهامهم राष्ट्राध्यक्ष اصحاب السعاده शासनाध्यक्ष اعضاء الاسر المالكه प्रमुख و رؤساء الدول سمانيه सदस्यगण واعضاء الاسر المالكه فريند فروم ذا ميديا اصدقائي من الاعلام देवियों और सज्जनों السيدات والساده नमस्कार नमस्कार تحياتي गुड डे आपने बहुत गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया احر ترحيب वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के इस छठे وفي هذه الدورة الثالثة للقمة العالمية للحكومات تلقيت شرف الدعوة كضيف رئيس والهند كبلدي भारत के सभासद كضيف شريف गर्व और बहुत ही प्रसन्नता وان هذا الامر باعث للفخر والسعادة ليس بالنسبة لي فقط आपका हृदय से धन्यवाद وانما للمواطنين प्रधानमंत्री के रूप में الهنود البالغ عددهم 1.25 مليون مواطن هندي وانا اشكركم على ذلك انني زرت الخليج بضع مرات كرئيس الوزراء وهذه زيارتي الثانيه للامارات منذ عام 2015 وعندما اتي هنا اشعر بقدر كبير من الالفه والانس حوالي 1.25 مليون مواطن هندي قد وجدوا وطنا بعيدا عن وطنهم وكذلك فإن المواطنين الهنود البالغين عددهم 3.3 ملايين مواطن هندي مغتربين ولهذا الأمر إن الهند ممتن للغاية للإمارات المتحدة ودبي وكذلك لكم भारतवासियों की ओर से انني انقل التحيات والتمنيات الطيبه اليكم جميعا اصدقائي في الامارات من الشعب الهندي विकास के लिए اصدقائي टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में دبي مكان دبي अपने आप में لا يوجد له مثيل فيما يتعلق بوضع التكنولوجيا في خدمة التنمية هنا قد تحولت رمال الصحراء إلى الذهب الخالص إن هذه المعجزة قد تم تحقيقها في هذا المكان وراء الازدهاد الكبير في دبي اليوم وكذلك وراء وعد المستقبل يوجد هناك رؤية وعزم قوي وهو مدعم بالتكنولوجيا والابتكار وحب المغامرة وإنني قد شهدت ملامح ذلك قبل قليل في متحف المستقبل إن الإمارات لم تدع التنمية التقنية الناجحة لكي تبقى محصورة في المعامل والمختبرات إن التكنولوجيا قد تم تطبيقها لكي يتم استخدامها في العالم الحقيقي टेक्नोलॉजी का प्रशासन के क्षेत्र में مشروعات और ऐसे مثل خادنات التكنولوجيا في مجال الإدارة عن طريق دبي فيوتشر اكسلريتر تأخذ هذا بالاعتبار وإنها تجعل المستقبل مغريا للغاية إن السماع عن الطاقة والدينامية لهذه الجهود هو شيء مثير بدون شك ولكن هذه تجربة مختلفة أن يشهد الإنسان بعينيها هذه التجارب وهذه التنمية ولذلك فإنه من الأنسب أن دبي تستضيف القمة العالمية للحكومات وفي هذه الدورة إن هذه الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات قد اعتمدت التكنولوجيا والتنمية كمحورها الرئيسي أصدقائي टेक्नोलॉजी की छाप है
إن رحلة الإنسان حافلة بالإنجازات والتنمية وإن كل معلم صغير وكبير اجتازها الإنسان يحمل بصمات التكنولوجيا حوالي 200 سنة إن تعداد السكان للعالم كان بليون مليار نسمة و94% كانت تعيش أوضاع الفقر ولكن اليوم لو أن تعداد السكان هذا قد ازداد 7 مرات ولكن 909% فقط يعيش تحت خط الفقر قبل 200 سنة إن معدل العمر المتوقع للإنسان كان أقل من 30 سنة ولكن هو الآن قد أصبح 70 سنة أي ما يزيد ب2.3 مرة في الأعوام 25 الماضية في الهند كان معدل الهلاك بين الأمهات في الهند قد شهد الهبوط إلى ثلث وفي العالم هذا قد أصبح نصف إن التقنيات الخاصة بالخلايا الجذعية وتجديدها لا تحمي الإنسان فقط من الأمراض المعقدة ولكنها تجدد الأعضاء المفقودة وغيرها من الأطراف إن التنبؤات عن التقلبات الجوية قد مكنت الفلاحين من حماية المحاصيل الزراعية بإمكان التنبع عن إدارة الكوارث يمكن حماية ربما في المستقبل إن التكنولوجيا قد تمكننا من التوقع والتنبع عن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل وبالجملة فإن التكنولوجيا قد غيرت بشكل أساسي وجود الإنسان من أجل الخير إنها مكنت من تطوير جودة الحياة والارتقاء بها إلى مستوى رفيع للغاية وإن هذه ناحية من الثورة هزاروں لاکھوں سال گزر گئے كما نعلم إن الرحلة من عصر الحجر إلى الثورة الصناعية قد أخذت 100 آلاف سنة وبعد ذلك أخذت ثورة الاتصالات 200 سنة ثم الثورة الرقمية حصلت وحدثت بعد أعوام قليلة للغاية إن التكنولوجيا تتغير بسرعة الخيال والتصور وليس من الضروري أن تكون الحاجة وسيلة للابتكار وإنما ولكن الابتكارات أيضا تخلق احتياجات ومتطلبات جديدة إن التكنولوجيا قد أصبحت مصدرا ووسيلة كبيرة للغاية للتغير المدمر أصدقائي إن الوصول إلى التكنولوجيا وتوسعتها قد مكنت الإنسان العادي وإن هذا التمكين تدعمه أدنى الحكم ومبدأ أدنى الحكم وأقصى الحوكمة إن حرف إي في كلمة إي governance يعني إي دراصل الفعال والمؤثر والسهل والمتمكن والعادل أصدقائي 2000 سنة قبل 200 سنة قبل 2000 سنة إن الفيلسوف الاستراتيجي الكبير للهند كوتليا وضع علم الاقتصاد ومن بين الأمور الأخرى إنه ذكر أن مسؤولية الحاكم مسؤولية الحاكم هي أن يعمل على إيجاد التنمية وفي رأيي إن إحدى أهم المسؤوليات للحكومة هو ضمان أن قدرة التكنولوجيا تستخدم لتنمية كل شخص وإن هذا الاستخدام يأتي بخدمات للمواطنين بسرعة وسهولة كما أعتقد
أن الحكومة يجب أن تبقى حذرة تجاه نتائج وتحديات التنمية في التكنولوجيا لكي تبقى التكنولوجيا قوة بناءة وإيجابية. إن التكنولوجيا هبة دليل استخدامها لا يتحدث شيئا عن القيم الخلقية. ولهذا السبب فإن الإنسان قد بدأ يحول أدوات التقدم أحيانا إلى أدوات التدمير. إن إساءة استخدام الفضاء السبرياني من قبل بضعة عناصر للتطرف مثال لذلك. هو مثال لإساءة استخدام التكنولوجيا. على الرغم من كافة التقدم إلا أن الفقر وإساءة التغذية لم يتم إزالتها تماما. وفي الوقت ذاته فإن قدرا كبيرا من الأموال والوقت والموارد تكرس لزيادة المدى والقدرة المميتة للصواريخ والقنابل. علينا أن نبقى حذرين لكي نقوم باستخدام التكنولوجيا للتنمية وليس للدمار. فيجب أن تدعم التكنولوجيا القدرات الطبيعية للإنسان ولا تقللها أو تغيرها. أصدقائي في بعض الأحيان يبدو لي أن الإنسان يرتكب خطأً جوهرياً لاعتماد التكنولوجيا كوسيلة للدخول في الصراع مع الطبيعة والانتصار عليها، وسيكون لهذا ثمن باهظ. بالنسبة لمستقبل الإنسان نحتاج أن نقوم بالرحلة على الشوارع نحو التعايش السلمي لا إلى الصراع. إن الهند قد أظهرت طريقة التعايش السلمي مع الطبيعة وأيضاً للعيش الصحي عن طريق نظام متوازن مثل يوغ. وإن هذا الهدف يتضمن 6 خطوات تبدأ بحرف R في اللغة الإنجليزية، وهي تعني تخفيف وإعادة الاستعمال وإعادة التدوير وإعادة التصميم والاستعادة وإعادة التصنيع. ومن خلال هذه الخطوات سنصل إلى الغاية التي تتمثل في السعادة والهناء. أصدقائي، إن الهدف الحقيقي لوجود البشر على وجه الأرض ليس السعي للرخاء فحسب، بل للسعادة والهناء أيضا. ويفيد مثال هندي قديم أن القناعة هي أسمى أنواع الأشكال للثروة البشرية. وإن نهجا شموليا ومتوازنا إلى جانب القناعة إنما هو جزء لا يتجزأ عن تحقيق السعادة. صاحب السمو، بإنشاء وزارة الإسعاد ووزارة المستقبل إنكم أدركتم أهمية هذه الفكرة البشرية. أصدقائي، في الهند قبل ألوف من السنوات هناك كتبت صفحات وأبواب للعلوم والتكنولوجيا، سواء كانت هو الصفر أو الهندسة أو النظام العشري أو الأرقام العربية أو الهندسة أو أو بناء السفن. كل هذه الإنجازات قام بها آريا بھٹ، برهما گپتا، وسوشروت وشرت، مثل هؤلاء العلماء والخبراء الذين قدموا إلى البشرية جمعاً، ليس فقط للهنود
لتنمية البشر وهي متاحة للجميع أصدقائي اليوم هناك تحديات كبيرة الفقر والعطالة والتعليم والإسكان والكوارث البشرية ويمكننا التغلب عليها بتنمية الجميع وتحقيق الرخاء وسعادة للجميع ولذلك تعمل حكومتي على مع الجميع والعمل للجميع لهذا الهدف نقوم باستخدام التكنولوجيا ونستخدمها لجلب وتحقيق الشفافية في المجتمع وتمكين المرأة ومشاركة الشعب في العمل الحكومي كل هندي وفر لكل هندي رقما موحد مبني على بصمات الأصابع وهو نظام فريد من نوعه وأكبر في العالم وهذه الهوية الرقمية تم ربطها بالجوالات والحسابات البنكية وتم التوفير تم تزويد المنافع والإعانات الحكومية إلى المستفيدين بشكل مباشر وبهذا تم توفير 8 مليار دولار تم توفيرها ومنعها من الوقوع في أيدي غير المستحقة المدفوعات الرقمية والمدفوعات غير النقدية باستخدام التكنولوجيا تم تطبيق نظام موحد تسمى بجي اس تي اي ضريبه الخدمات والبضاعه وجي اي ام وبهذه الخطوات تم الوصول الى يمكن لرجل اعمال بسيط وتاجر ان يبيع بضائعها الى الحكومه لقد بداناها قبل شهور وحتى الآن تداولات تزيد قيمة على 600 مليون دولار نحن نقوم بإيجاد نظام للتكنولوجيا في غضون سنتين ماضيتين أصبحت الهند بلدا رئيسيا في مجال البدع في المشاريع التجارية وكذلك هناك مشاركة متزايدة من قبل الشباب في مشاريع هاكاثون 65% من سكان الهند هم دون 35 من العمر نحن نقوم بالتعزيز والدعم والتشجيع الابتكار لبناء الحلم الجديدة وبحلول 2022 سوف نقوم بزيادة دخل المزارعين بضعفين وأنا أعطي لكم مثالين لاستخدام التكنولوجيا إحداها بطاقات الصحة الترابية وبهذا يمكن المزارعين الاطلاع على معلومات التربة وأيضا بوابة المزارعين التي تم من خلالها تداولات بقيمة 36,000 كرور روبية ويتم تدريب المشاركين والتطعيم ويتم توفير هذه البيانات إلى القرى والأرياف وفي الوقت المباشر لقد بدأنا بهذا وبهذا يتم يحصلون على معلومات عن جدول التطعيم والتي هي متوفرة بكلفة قليلة وهذه البرامج مفيدة جدا للدول النامية الأصدقائي منذ العصور القديمة فإن الشمس تحتل مكانة مركزية في الثقافة الهندية التي تفيد سوريا أتما جغت سستما التي تعني أن الشمس هي روح العالم نهدف
إلى تحقيق إلى إنتاج طاقة متجددة بقيمة 175 جيجا وات حتى بحلول عام 2022. لقد استطعنا تجاوز 62 جيجا وات من الطاقة المتجددة. وإن مبادرة الهند بتشكيل التحالف الشمسي الدولي إنما عبارة عن ربط الدول حتى يمكن الاستفادة للدول التي هي لا تتمتع بالمصادر التكنولوجية والمالية الوافرة. قامت الحكومة أيضا بتوزيع ما يزيد عن 280 مليون لمبات LED في غضون ثلاث سنوات، وهذا نتج في توفير ما يزيد عن 200 مليار دولار. وأعتقد أن الثورة التكنولوجية المقبلة سوف تتعلق بتخزين الطاقة الشمسية، ونظرا إلى أهمية هذا التنمية المستدامة والمتوازنة يجب على كافة أصحاب المصلحة العمل معا. وسمنا أصدقائي في السنة في الشهر الماضي فإن برنامج القمر الصناعي الهند تجاوز رقم 100، وإن إنجازات الهند في هذا في مجال الفضاء يتم بتكلفة أقل مقارنة بالدول ببقية الدول، وإن بعثة الهند للوصول مهمة الهند للوصول إلى المريخ قد تمت بتكلفة أقل من إنتاج فيلم هوليوود. إذا أخذتم تاكسي تتجولون في المدينة في كل كيلومتر فإن أجرة السفر بالتاكسي ستكون أكثر من 10 روبية، ولكن كلفة الوصول إلى المارس كانت 7 روبية في كيلومتر فقط. بفضل تكنولوجيا الفضاء قد زادت تحسن صيد الأسماك بخمسة أضعاف، والوقت المستغرق في هذا انخفض بنسبة 30% إلى 70%. إن موجودات أو أصول المجتمع بقيمة 20 مليون التي تقوم الحكومة بإنتاجها توفر فرص العمل، وتم دمج الكثير من مشاريع خلق فرص النمو بسهولة الاطلاع على المعلومات حولها، وهذا يفيدنا في الحصول على المعلومات، وبناء عليها يمكننا إطلاق مشروعات وخطط. الأصدقاء، أنا بنفسي أنا أقوم بتحليل التقدم المحرز في هذا المجال بنفسي في كل شهر عن طريق المؤتمر الفيديو تحت برنامج يسمى سميتي الذي يعني التحليل والتقييم، ومن خلال هذه المراقبة التحليم قد وقع هناك تأثير كبير جدا. فالكثير من القضايا العالقة قد تم اتخاذ قرار بشأنها من قبل الموظفين والبيروقراطيين. أيها الأصدقاء، لقد فاتت الهند ثورتها الصناعية، ولكننا في الهند قد عزمنا على تحقيق الريادة ليس فقط في تكنولوجيات متقدمة ومتطورة، وإلى جانب التصنيع وتكنولوجيا المعلومات نحن نركز انتباها كبيرا على مجالات تحليل البيانات والفيزياء السيبرانية والنانو تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتخزين الطاقة والطاقة المتجددة وعلم الجينوم للجيل القادم وتكنولوجيا الحوسبة. أيضا نركز على هذه المجالات.
أن الإنجازات في هذه المجالات سوف تضمن أن الهنود البالغ عددهم مليار وربع مليار يتم تحقيقه ويشكل جزءا مهما لتنمية البشرية جمعا. أيها الأصدقاء، إن النموذج الهندي المحوري الذي يفيد وسوديفا كوتمبكم ويعني أن العائلة كلها أسرة واحدة، نحن نقوم بتنفيذها على كافة المجالات، وبفضل ذلك نحن بفضل الجهود المشتركة والنمو الشامل نحن نقدم هذا التعاون للجميع، سواء هذا يتعلق ببناء القدرات فيما يزيد عن 160 بلدا من خلال التعاون الاقتصادي والفني، وأيضا من خلال الشبكة الإلكترونية لعموم أفريقيا نحن نقوم بتوصيل منافع التعليم عن بعد والطب عن بعد إلى المناطق النائية في أفريقيا. المتدربين الأفريقيين الذين يقومون بتوصيل الضوء إلى المنازل الأفريقية، ولقد تم إطلاق القمر الصناعي الجنوب الآسيوي في السنة الماضية، وهذا يمكننا دول الجوار من الاستفادة من القدرات الهندية في تكنولوجيا الفضاء. أيها الأصدقاء، نحن نعيش في عالم مترابط جدا، وهذا يجعلنا يمكننا من حل المشكلات التي نواجهها معا، وأنا متأكد أن البشرية سوف تتكاتف للتغلب على هذه التحديات التي تواجه العالم وسوف تواجه في المستقبل، وأن التكنولوجيا سوف تستمر في لعب دور القيام بدورها الرئيسي في خطوتنا وجهدنا هذه. وأنا أيضا متأكد أنه بالنسبة للقرن 21 سيكون هذا قرن آسيا، وسيكون من المهم جدا مشاركة الخبرات من خلال الاستفادة من المنتديات مثل منتدى القمة العالمية للحكومات، ويمكننا استخدام هذه وتحقيق الإمكانات باستخدام هذه المجالات الثلاثة. أولها ثورة تعليمية من خلال التعليم عن بعد عبر الإنترنت الذي سوف يمكن من تزويد توفير التعليم للأطفال في المناطق النائية، وثانيا سيمكن أفقر الأطفال في الحصول على هذه التكنولوجيا في تخزين الطاقة الشمسية، وثالثا تطوير التكنولوجيا لتخزين الطاقة الشمسية على نطاق واسع، وبعد ذلك نهج شمولي ومتوازن للتعايش مع الطبقة. أيها الأصدقاء، أنا أدعوكم جميعا للعمل سويا لربط العلوم مع التكنولوجيا والتنمية بشكل أوثق وأقوى بمستقبل البشرية الذهبي، لنعمل معا للقضاء على الحرمان والاستغلال السائد منذ قرون عديدة. أيها الأصدقاء، لنسعى معا لتحقيق مثال وهو سائد منذ آلاف السنين، وهو لندخل الضوء من الظلام، وأنا متفائل أن هذه الدورة للقمة ستتمخض عن مداولات مثيرة ومثمرة وحاسمة بشأن كيف يمكن التكنولوجيا والابتكار صناعة مستقبل الحوكمة والتنمير. من مرة أخرى أشكركم لإتاحة هذه الفرصة ليتحدث إلى هذا الحضور المميز ومشاركة آرائي وأفكاري معكم. شكرا جزيلا ونمسكار.